بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من الأدلة الدالة على ذم الرياء وأنه من الشرك، أنه من الشرك في العبادة، والمسلم يحذر من هذا، يحذر من أن يرائي بأعماله، لأنه إذا دخل الرياء في العبادة أبطلها وصارت من أجل الناس. ففي يوم القيامة يقول الله جل وعلا: اذهبوا للذين كنتم تراءونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء. ففي الحديث، في الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال الشارح: الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال. فعلى المسلم أن يحذر في أقواله وأعماله من دخول الرياء فيها، لأن ذلك يبطلها ويجعلها لا ثواب فيها، تكون خسارة على صاحبها. يحرص المسلم على الإخلاص لله، وإذا عرض له رياء فإنه يقطعه، يقطع الرياء ويرجع إلى الإخلاص ولا يضره. فإن استمر معه الرياء إلى أن تنتهي العبادة فإنها باطلة ولا ثواب له فيها. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من النهي والتحذير، أي ما جاء من النهي عن الرياء والتحذير منه. نعم. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الرياء مشتق من الرؤية، يعني لما يرى من الأعمال. نعم. والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها. نعم. فيحمدون صاحبها، هذا قصده، أنه يمدح ويثنى عليه، ولذلك يحسن صلاته ويحسن صوته بالقرآن من أجل أن يمدحه الناس ويجتمعوا وراءه، يكثر المصلون وراءه. فعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة. نعم. والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. اي نعم، كالقراءة، قراءة القرآن، حسن صوته بالقرآن لأجل أن يمدحه الناس.
ويكثر المصلون خلفه، وكذلك يدخل في الرياء أيضا الوعظ والتذكير، أن يعظ ويذكر ويحاضر، يلقي محاضرات من أجل أن يمدحه الناس، يدعو إلى الله من أجل أن يمدحه الناس. المسألة خطيرة جدا، على المسلم أن يحذر من الرياء. نعم. ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، تحدث بما عمله، يدخل في الرياء تحدث بما عمله. الواجب على المسلم أن يخفي أعماله ولا يتحدث عنها، يقول أنا تصدقت بكذا، وأنا علمت القرآن، وأنا أدعو إلى الله، وأنا هذا رياء أجل أن يمدحه الناس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل، أي قل لأمتك، إنما أنا بشر مثلكم، ليس بملك من الملائكة، ولا أقول إني ملك، بشر من بني آدم، فهو بشر مثلنا من أب وأم عليه الصلاة والسلام، من قبيلة قريش، معروف نسبه ومعروف ولادته صلى الله عليه وسلم، ونشأته معروف. لا الذين آتيناهم الكتاب عن اليهود يعرفونه، يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق، يعرفون أنه رسول الله لما يجدونه في التوراة من ذكره. وعيسى عليه السلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل بشر به، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا من أسماء الرسول، أحمد من أسماء الرسول، يسمى أحمد ويسمى محمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما، إنما هذه للحصر، هذه للحصر، أنا بشر مثلكم في البشرية، مثلكم في البشرية، لست بملك من الملائكة. نعم. قوله: ولا من الجن أيضا، هو من الإنس عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، يوحي الله جل وعلا إليه، والوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، وينقسم إلى قسمين: وحي إلهام وليس وحي إرسال كما أوحى الله جل وعلا إلى مريم، هذا وحي إلهام، ألهمها مثل ما أوحى إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام، ألهمها أن تتخذ من الشجر بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون من نعم ومما يعرشون للعنب من العريش، العريش معروف. فالوحي يكون إلهاما،
أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا وحي إلهام ألهمه. أما وحي الإرسال فلا يكون للنساء، إنما يكون للرجال خاصة، وكم للرجال، وأعظم الرجال أخلاقا وسيرة. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أن وأما ما المقرونة معها فهذه يراد بها كف أن، كافة ومكفوفة. أنما أنا بشر مثلكم، فهو كف شأنه في البشرية عليه الصلاة والسلام. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا من رحمة الله أنه أرسل الرسول منا نراه ونتخاطب معه ويجلس معنا ويصلي بالمسلمين، وليس ملكا من الملائكة، لأننا لا نطيق النظر إلى الملك على خلقته، ما نطيق النظر إلى الملك على خلقته، لأن خلقة الملك عظيمة، ونحن نفزع من رؤية الملك لو رأيناه على خلقته. ولهذا كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، يأتيه بصورة دحية الكلبي فيخاطبه، ويراه أصحابه أيضا. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه والصحابة ينظرون، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركانه، عدها عليه، قال صدقت. قال الصحابة فعجبنا له، يسأله ويصدقه، لو كان إنه جاهل ما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما قصده بهذا السؤال تعليم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعليم إذا كان عن طريقة السؤال والجواب فهو أثبت بالألهام والحفظ، إذا كان عن طريقة السؤال والجواب. عجبنا له، يسأله ويصدق، قال أخبرني عن الإيمان، أخبره عن الإيمان وأركان، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. ثم خرج، قام وخرج جبريل، فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا والتمسوا الرجل، ذهبوا والتمسوه ولم يجدوه، لم يجدوه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما وجدناه يا رسول الله، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء. بشر مثلكم، لست بملك ولست، وليس لي من الربوبية شيء ولا من الإلهية شيء، أنا بشر مثلكم في خلقته وفي كلامه وفي تصرفاته عليه الصلاة والسلام،
وهذا من حكمة الله أنه يرسل إلى الأمم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يرسل إليهم رسولا منهم يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون سيرته. نعم. بل ذلك كله لله وحده لا شريك له. الربوبية والإلهية والأسماء والصفات كلها لله، ليس لأحد فيها شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. أوحاه إلي، أوحاه إليه، ألقاه إليه عن طريق الوحي، الوحي وهو الإعلام بسرعة وخفاء. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يثقل حتى يكاد يرض فخذ الذي عليه فخذه من ثقله صلى الله عليه وسلم، وذلك من عظمة الوحي. فإذا انتهى الوحي عاد الرسول كما كان. نعم. قوله أحد نكرة في نعم. من كان يرجو لقاء، يعني يخاف، يرجو لقاء ربه ويعلم أنه يلاقي ربه، معنى أحد إلا سيلاقي ربه، فليستعد لهذا اللقاء. فمن كان يرجو يعني يخاف لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يخلص العبادة لله، لأن الشرك إذا دخل في العبادة أبطلها. ولا يشرك أحدا، أي أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأنبياء ولا من العلماء ولا من أي أحد. كلمة أحد عامة. نعم. قوله أحد نكرة في سياق النهي تعم. أي نعم، نكرة يعني ليست معرفة معرفة بالألف واللام، لما ينكر بشر مثلكم يوحى إليه، هذا الفرق، أنه يوحى إليه وهم لا يوحى إليه، بشر مثلكم يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد، أن إلهكم هذا الأصل، أن إلهكم إله واحد، وقرنت بها ما أنما من أجل التأكيد. نعم. نكرة في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم، أي أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عام في الملائكة وفي الرسل وفي العلماء وفي الصالحين، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا من الجن ولا من الإنس. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف، لقاء ربه نعم، فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، المعاينة، يرون الله عيانا، يرونه عيانا، يعرضون عليه سبحانه وتعالى ويرونه عيانا بأبصارهم، ويكلمهم ويجيبونه. نعم. فالموقف عظيم مهيب. نعم. أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. وذكر الأدلة على ذلك. نعم. قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية.
فالعمل الصالح الإلهية هي العبودية، الإلهية هي العبودية، فيجب أن يفرد بالعبادة، لا يشرك بالله في عبادته أحدا. ومن الشرك في العبادة الرياء، أن يزين الصلاة من أجل نظر رجل إليه، فهذا من الرياء، هذا هو الرياء، هذا هو الرياء وأكبر الرياء. نعم. فالعمل الصالح والسمعة بالصوت، حسن صوته بتلاوة القرآن، وكذلك يبكي من أجل أن يجتمع عليه الناس يصلون خلفه، يحذر المسلم من هذا، يخلص عمله لله، لا رياء ولا سمعة. نعم. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى. العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان، ما اجتمع فيه شرطان، أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه رياء، وأن يكون ثابتا بدليل من الكتاب والسنة، لا يكون فيه بدعة، لا يكون فيه بدعة، إذا كانت بدعة فهي مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فالرياء خطير جدا، على المسلم أن يخلص عمله لله، يستحضر عظمة الله الذي هو واقف بين يديه يخاطبه ويدعوه، يستحضر عظمة الله فيخشع، وإذا خشع ذهب عنه الرياء بإذن الله. نعم. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة. أي نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام يوحي الله إليه أن يأمر الناس بالتوحيد وإفراد الله بالعبادة. نعم. يكون العمل خالصا لوجه الله، ويكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل إلا بهذين الشرطين، خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل أوحى الله إليهم بهذا الأمر، أنه لا إله إلا الله فليعبده العباد والخلق، ودون الله وحده لا شريك له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله لا ينتفع بالعبادة لأنه غني عنها، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد. وإنما مصلحة العبادة ترجع إلى الإنسان، عبادته لله ترجع مصلحتها إليه، من أجل أن ينجو من عذاب الله ويفوز برضا الله وبجنته سبحانه وتعالى، مصلحة العبادة راجعة إليه، فهو سبحانه أمرهم بما فيه مصلحتهم. نعم. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما طاغوت، المخالف لهذا الأصل الذي هو العبادة، نعم، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته. أي نعم، طاغوت من الطغيان،
الطاغوت من الطغيان وهو الفساد والشر، هذا الطاغوت ما تجاوز به العبد حده كما قال ابن القيم، من معبود أو من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. نعم. إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته. نعم، قد يدعو الناس إلى عبادته، مثل ما حصل من فرعون أنه أمر الناس بعبادته لعنه الله، وكذلك الطواغيت في كل وقت الذين يأمرون بالشرك ويأمرون بتعظيمهم، هؤلاء هم الطواغيت. نعم. أو طاغوت، وكذلك من يحكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم. أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، عبادة نفسه، أو يدعوهم إلى عبادة الأوثان أو إلى عبادة القبور. القبور تصير أوثان إذا عبدت، القبور تكون أوثانا إذا عبدت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. أو مشرك يدعو غير الله. ولا يقولون لا، أن نعرف أنهم خلق وأنهم لا يملكون شيئا ولكنهم صالحون، يشفعون لنا عند الله، ما نريد منهم إلا أن يشفعوا لنا عند الله. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، ما هي ملك لهم، ملك لله، ولا تحصل إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه، فإن كان مشركا أو كان كافرا أو كان عاصيا لله معصية تخرجه من الدين فلا تنفعه شفاعة الشافع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما هي لأهل الإيمان فقط، من يرضى الله قوله وعمله، هذا هو الذي تنفعه الشفاعة بإذن الله. نعم. أو مشرك يدعو غير الله. أو مشرك يدعو غير الله، من هو المشرك؟ هو الذي يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يرجو من الميت، يعني يصرف له نوعا من أنواع العبادة، هذا هو المشرك، هذا هو المشرك. وما أكثر المشركين ممن ينتسبون إلى الإسلام، هذه الطرق الشيطانية. نعم. أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. تقرب إلى المخلوق بأنواع العبادة، من الدعاء ومن الرجاء والخوف إلى آخره. نعم. أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد، أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ أو شاك في التوحيد، يقول هل الشرك يمنع بتاتا ولا يجوز شيء من الشرك؟ هذا والعياذ بالله ليس بمسلم، الذي يتشكك في الشرك ويقول بعضه ينفع، هذا والعياذ بالله كافر بالله عز وجل. فالذين يعبدون القبور الآن هم من هذا الصنف والعياذ بالله، مشركون شركا أكبر، إلا من يتوب إلى الله قبل أن يموت ويخلص العبادة لله بأنواعها، بأنواع العبادة كلها. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يخلصها كلها لله عز وجل. نعم. أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى. أو جاهل يعتقد أن الشرك ينفعه عند الله، وأن هؤلاء يشفعون له عند الله ويقربونه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون كذا، قل إحنا نعلم أنه ما ينفع ولا يملك الضر والنفع إلا الله، لكن هؤلاء يشفعون لنا عند الله شفعاء، يسمون الشرك شفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاء، يقول إحنا نعلم أنهم ضعاف مثلنا وأنهم ما يملكون شيء، ولكنهم صالحون ونريد منهم الشفاعة فقط. الشفاعة تطلب من الله، ما هي تطلب من الخلق. الشفاعة عند الله تطلب من الله، اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تطلب من الله عز وجل، ما تطلب من المخلوق. نعم. أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم، لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. أي نعم. الشرك إنما ينتشر مع عدم مع الجهل، إنما ينتشر مع الجهل والجهال، أما إذا جاء العلم الشرعي فإن الشرك يقل، فإن الشرك يقل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. هذا حديث قدسي، هذا يسمى الحديث القدسي، وهو ما تكلم الله تعالى به من كلام الله. حديث القدسي من كلام الله، فهو من حيث صدور عن الله مثل القرآن، ولكن القرآن يمتاز على غيره من كلام البشر ومن عمل البشر، لأنه كلام الله، وحي من الله جل وعلا. نعم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قول الله من عمل عملا، أي عمل كبير أو صغير، كثير ولا قليل، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يرده الله عليه. إذا أشرك بالله في العمل رد الله عمله عليه ولم يقبله، تركته يعني لا يقبله سبحانه وتعالى، وشرك. وكانوا في الجاهلية وبعض من ينتسب إلى الإسلام يجعلون للأصنام وللأوثان يجعلون لها نصيبا من أموالهم، فيقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائنا، يتبرأ الله منه ويصير لشركائهم كله، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يتبرأ الله جل وعلا منه. نعم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي
من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. نعم. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فأنا منه بريء، الله جل وعلا بريء منه لا يقبله، وين يروح؟ وهو للذي أشرك، كله يصير للمخلوق، والله يتبرأ منه ولا يقبله، يصير كله للمخلوق. هل المخلوق إذ ينفع هذا الذي تقرب بهذا العمل إليه؟ لا ينفعه بل يضره. نعم. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال الطيبي: نعم، الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. تركته، ما هو الذي يتركه الله جل وعلا؟ العمل. هذا قول. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. انتبهوا، ابن رجب في شرح الأربعين تكلم على هذه المسألة كلاما عظيما. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. اي نعم. فتارة يكون رياء محضا كحال المنافق. رياء محضا يعني خالصا. نعم. كحال المنافقين. اي نعم، المنافقون والعياذ بالله يظهرون الإسلام ويدعون الله ويصلون ويتعبدون في الظاهر، ولكنهم في الباطن كفار، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء هم المنافقون، النفاق الأكبر المخرج من الملة، النفاق الأكبر، لأن النفاق قسمان، نفاق أكبر يخرج من الملة، ونفاق أصغر لا يخرج من الملة، وهو الرياء، يسير الرياء لا يخرج من الملة لكنه ينقص العمل. نعم. كحال المنافقين كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. إذا قاموا، المنافق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى، ما المسلم إذا قام إلى الصلاة يكون نشيطا ويكون راغبا في الصلاة ويكون حاضر القلب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به أمر قال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها، فكان يستريح في الصلاة مع ربه ويخشع بين يديه فيستريح في الصلاة، والمنافق يقول أرحنا منها، ما يقول أرحنا بها، يقول أرحنا منها، إذا دخلها كأنه في سجن، كأنه في سجن إذا كان في الصلاة، يسابق الإمام أحيانا من سرعته وحرصه على الخروج من الصلاة، لأنه ما يجد لها طعم ولا يجد لها لذة، تكون خبسا عليه، خلاف المسلم فإنه يطمئن في الصلاة ويفرح بها وينشرح صدره فيها ويتلذذ بها، هذا المسلم. نعم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه الصفة الثانية، أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وأما المسلمون فيذكرون الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. وهذا الرياء المحض. وهذا الرياء المحض. نعم. الخالص يعني لا يكاد يصدر من مؤمن في فضل الرجب، هذا الرياء الذي يخرج من الملة لا يصدر من مسلم، إنما يصدر من المنافق. نعم. لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. اي نعم. وقد يصدر في الصدقة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة.
الأعمال الظاهرة مثل الحج قد يحج رياء، والصدقة قد يتصدق رياء. نعم. أو التي يتعدى نفعها، أو التي يتعدى نفعها يدخلها الرياء. نعم. فإن الإخلاص فيها عزيز. إيه نعم. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، حابط يعني باطل يعني شر. نعم. وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، ولا يستحق الثواب والجزاء. نعم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يدخل الرياء متأخرا. هذا إن طرده في الحال لم يضره، وإن استمر معه أبطل العبادة، إن استمر معه أبطل العبادة لأنها صارت رياء. نعم. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. نعم. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث. نعم. وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. رواه أحمد. نعم. وذكر أحاديث في المعنى، ذكر ابن رجب يعني في شرح الأربعين الذي هو جامع العلوم والحكم، هذا كتاب عظيم، جامع العلوم والحكم، كتاب جيد مفيد. نعم. وذكر أحاديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد، مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. إيه نعم. إذا أخذوا هذا طمعا فيه ينقص أجره، بخلاف المتعفف الذي لا يأخذه ويريد الثواب من الله سبحانه، هذا كمال الإخلاص، لا يأخذه لأجل أن يبقى كمال الأجر له. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم. هذا في الغزاة. نعم. التاجر والمستأجر والمكاري، التاجر الذي يغزو في الغزو وهو يبيع ويشري في الغزو. نعم. والمستأجر أي نعم، الذي يخرج له من بيت المال راتب. نعم. والمكاري الذي يكري دوابه. نعم. أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم. نعم. ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. جاهد بنفسه فحمل السلاح وقاتل لإعلاء كلمة الله، وجاهد بماله، تصدق صدقة خالصة لوجه الله يريد ثوابه. نعم. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس. من يأخذ على الجهاد شيء من المال إن كان قصده هذا المال فليس له أجر، وإن كان قصده الجهاد في سبيل الله وأخذ هذا المال ليستعين به على الجهاد لا بأس بذلك. نعم. كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع المغانم على الصحابة، وهم أفضل القرون ويأخذونها. نعم، لكن لا يخرجون للجهاد من أجلها. نعم. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال، رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو، عمرو بن العاص يعني. نعم. إذا أجمع أحدكم على الغزو يعني عزم، أجمع يعني عزم. نعم. فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك. إذا لم يكن هو قصده وإنما خرج للجهاد وأعطي شيئا من المال، هذا طيب من الطيبات. نعم. وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعط دراهم لم يغزو فلا خير في ذلك. أي نعم، لا يكتب له أجر الجهاد وإن خرج. نعم. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه مجاهد بن جبر، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء. أي نعم، إذا لم يقصد الدنيا لذاتها وإنما قصدها لتعينه على الحج، على الجهاد، على الأعمال الصالحة، هذا لا بأس به. نعم. أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. نعم. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء. الذي ينوب في الحج عن غيره ويعطى شيئا من المال، إن كان قصده هذا المال فليس له حج. إن كان قصده الحج والتقرب إلى الله ويأخذ هذا المال ليستعين به على الحج فلا بأس بذلك، هذا من الطيبات. نعم. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. نعم. وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ على أصل نيته في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. نعم. قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير. نعم. ورجح أن عمله لا يبطل بذلك لأنه ليس قصده الأصلي. نعم. وأنه يجازى بنيته الأولى. نعم. وهو مروي عن الحسن وغيره، الحسن البصري. نعم. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، إذا مدحه الناس ولم يقصد مدحهم، هذه عاجل بشرى المؤمن، لا بأس بذلك. نعم. ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. لم يضره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم، إذا لم يقصد مدح الناس وإنما هم أثنوا عليه، هذا عاجل بشرى المؤمن. نعم. رواه مسلم. انتهى ملخصا. قلت: انتهى ملخصا من كلام ابن رجب. نعم. قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. والله أعلم. يكفي. نعم. ايش عندك؟ عن أبي سعيد: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. في هذا نؤجله إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الرياء في شأن من شؤون الدنيا غير العبادة؟
نعم. يقول ما حكم الرياء في شأن من شؤون الدنيا؟ ما يضر هذا، ما يضر، إنما الرياء في العبادات، ما أمور الدنيا هو ما يضره الرياء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم العبادة يبتغي فيها المرء الدنيا فقط كالإمامة والأذان وغيرها؟ هذا فيه قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهو مقيد، ما هو على إطلاقه، مقيد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غاب عني الحديث. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أحسن صوتي بالقرآن لأجل قوله تغنوا بالقرآن وحسنوا أصواتكم بالقرآن. هذا طيب إذا كان قصدك التقرب إلى الله فهذا طيب، أما إذا كان قصدك مدح الناس هذا سمعة ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كانت نيتي في إظهار نعمة الله على العبد، إذا كانت نيتي هي إظهار نعمة الله على العبد وما تفضل الله به علي من خيرات، هل يكون ذلك من الرياء؟ لا، إن الله يحب إذا أنعم نعمة على عبده أن يرى أثرها عليه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الفرق بين التحدث بنعمة الله على العبد وبين التحدث بالأعمال الصالحة؟ إيش؟ يقول ما الفرق بين التحدث بنعمة الله على العبد وبين التحدث بالأعمال الصالحة؟ لا، التحدث بنعمة الله هذا مأمور به، أما بنعمة ربك تحدث هذا اعتراف بالنعمة، وأما الأعمال الصالحة فلا داعي إلى أنك تتحدث عن أعمالك، لا داعي، فهذا قد يكون من الرياء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف نفهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته فقال لو علمت أنك تسمع أحبرته لك تحبيبا. أبو المسعود أبو موسى الأشعري. نعم. يقول لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حسن الصوت رضي الله عنه، أبو الحسن الأشعري كان حسن الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى صلاته وقراءته في الليل، يقف يستمع، فقال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، قال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته بصوتي تزيينا، فلا بأس بذلك إذا كان القصد من ذلك تحسين الصوت بالقرآن لأجل إجلال القرآن وتأثيره على السامعين، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا عرض للإنسان شيء من الرياء، يقول إذا عرض للإنسان شيء من الرياء فإنه يقطعه، كيف يكون قطع الرياء؟ يرفضه، قطعه رفضه فلا يستمر معه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل القراءة وتحسين الصوت أمام أولادي وإخوتي لأشجعهم على هذه العبادة تدخل في الرياء؟ لا، هذا تقصد تشجيعهم على العبادة، هذا شيء طيب من إعانتهم عليها. نعم. وهذا سائل آخر أحسن الله إليكم يقول إذا أخبر الأب أولاده عن فضل الصدقة وأنه تصدق بكذا وأن الله عوضه
كذا، فهل يكون هذا من باب الحث أو يكون من باب الرياء؟ باب الحث، هذا من باب الحث. يقول تصدقت بكذا وعوضني الله خيرا مما تصدقت وأكثر، من أجل أن يراقبهم في الصدقة طيبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول لو أحسست بالرياء في عملي هل أكمله أو أقطع العمل؟ لا، اقطع الرياء ولا تقطع العمل، اقطع الرياء وارفضه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أصلي في البيت أحيانا بلباس عادي وخفيف لا أخرج به. بلباس عادي. عادي. نعم. إيه. وخفيف لا أخرج به، وعندما أذهب للمسجد ألبس لباسا لائقا، فهل يعتبر هذا من الرياء؟ لا، ليس من الرياء. اللي يبرز للناس يبرز بصفة جميلة، وأما الذي في بيته يلبس اللباس الساتر لعورته وإن لم يكن لباسا جميلا، ولكن الأفضل أن يلبس اللباس الجميل في الصلاة حتى في بيته، هذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الرياء والسمعة إذا لم يتب صاحبها يكون، إذا لم يكن صاحبها يكون تحت المشيئة، أو هي من قبيل الشرك الأكبر؟ اليسير من الرياء تحت المشيئة، وأما الكثير من الرياء لا، هذا الرياء المنافقين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف لقاء ربه، ما وجه تفسير الرجاء بالخوف؟ نعم. يقول فمن كان يرجو لقاء ربه ما وجه، يعني يعتقد أنه سيلقى ربه، يرجو يعني يعتقد أنه سيلقى ربه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يصح أن يقال أن الرياء لا يسلم منه أحد؟ نعم، ما يسلم منه أحد إلا من رفضه واستعاذ بالله منه، تنبه له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم ترك العمل الصالح خوفا من الرياء؟ لا، ما يجوز هذا. في الأثر من عمل لأجل الناس، العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس أيضا شرك، لا يجوز يترك العمل من أجل الناس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الرياء في الكرم والنخوة وغيرها من مكارم الأخلاق؟ حسب نية الفاعل، إذا كان قصده تشجيع الناس على فعل الخير وعلى البذل يكون قدوة لهم، هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كان في مسجد من المساجد الرجل الذي هذا سن سنة حسنة، الرجل الذي حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة من أجل قوم حضروا جياعا يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لأجل هؤلاء المحتاجين، فجاء رجل بصرة من الدراهم أثقلت يده أو كادت تثقلها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا في الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما العمل إذا وجد في مسجد قبر
لا يصلى فيه إن كان القبر قبل المسجد فيهدم المسجد، وإن كان المسجد قبل القبر فينقل القبر ويبقى المسجد. نعم نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل صفة المجيء والإتيان هما صفة واحدة أم صفتان؟ معناهما واحد، المجيء والإتيان معناهما واحد، مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وإتيان الله لذلك، كله سواء، تعبير معناه واحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: وجدت صعوبة في أمر من أمور الدنيا، فسألت والدتي أن تدعو الله لي، فهل فعلي صحيح؟ نعم، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم المدثر والمزمل؟ لا، هذا وصف، هذا وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر، يعني المدثر بالغطاء، قم فأنذر، تدثر يعني متغطي بالغطاء، والمزمل كذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يغير بعض أسماء السور والآيات، فيقول بدل آية الكرسي آية المقعد وهكذا؟ يقول: ما نصيحتكم لمن يغير بعض أسماء السور والآيات عند ترجمتها، فيقول بدل آية الكرسي يقول آية المقعد؟ آية إيه؟ المقعد. أعوذ بالله، ما يجوز، ما يجوز هذا. أسماء السور تبقى على ما هي عليه ولا تغير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، الحديث شهادة لا إله إلا الله، يعني يبدأ بالتوحيد، يبدأ في الدعوة بالتوحيد، لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالأعمال الصالحة حتى يتحقق التوحيد، لأنه الأساس. نعم. يقول: في الشهادتين قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، وفي غيرها استعمل لفظ فأعلمهم، هل هناك فرق بين التعليم والدعوة؟ الإعلام هو الإعلام دعوة، الإعلام دعوة لا فرق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الاستشهاد بالحديث المنكر في إثبات بعض الأمور الغيبية؟ لا يجوز الحديث المنكر، لا يجوز الاحتجاج به ولا روايته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: استشكل علي عبارة ألقيت في درس من الدروس، يقول: إذا وقعت الأمور كونا يقال إنها وقعت بإرادة الله وقدرته، أما إذا لم تحصل هذه الأمور كونا فلا يقال إنها لم تقع بقدرة الله، لأن ذلك يؤدي إلى القول بأن الله عاجز، مع أننا نعتقد أن الأمور إذا لم تقع فذلك. هذا كلام فاسد ولا ينبغي ذكره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما يغير الداعية إلى الله والمعلم، ما يغير الأسماء الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نجد كثيرا في الصحف والأخبار يقولون: أنقذ الفريق الطبي في المستشفى الفلاني مريضا من نوبة قلبية، ونحو هذه العبارات. يقول: هذا فيه قصور، هذا فيه قصور، أنقذه الله ثم العملية أو ثم الطبيب، الله أولا ثم فلان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: خلق الله آدم على صورته، ما معنى هذا الحديث؟ على صورته من حيث السمع والبصر والقدرة والإرادة، الحديث صحيح في هذا،
ولا يستعلى فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صح أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى الملك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الناس يرون الملك إذا جاء إلى الرسول، لكن يأتيهم بصورة رجل، ما يأتيهم بصورة الملكية، يأتيهم في صورة رجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من لا يكفر عباد القبور؟ لا يصلى خلفه، من لم يكفرهم فهو مثلهم لأنه أجاز فعلهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر ابن حجر رحمه الله حديث من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. نعم. ما وجه إراده في كتاب الأيمان والنذور؟ يقول: ما وجه إراده في كتاب الأيمان والنذور درس الفجر؟ إراده من صنع إليه من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إيه نعم. ما وجه إراده في كتاب الأيمان والنذور؟ ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا ما رأيت كتاب الأيمان والنذور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني أن من قال لا إله إلا الله يعد مؤمنا بمجرد قول الشهادة؟ إذا نطق بالشهادة معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بل إذا نطق بالشهادة ولم يتمكن من العمل، قتل أو مات، فهو مسلم أيضا. نعم. لأن الحديث البطاقة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الشبه كثيرة وواقعة في الناس، فما المطلوب مني؟ هل معرفة الشبهة والرد عليها أم اتقاء هذه الشبهة؟ كلاهما مطلوب، أن تتقيها بنفسك وأن تحذر منها غيرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول أخذوه الجن أو أخذوك الجن؟ هل يعد إشراكا بالله؟ لا، أخذوه الجن يعني حملوه الجن، حملوه أو غيبوه معهم، سلطهم الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا حصل نقص وخلل في التوحيد، يقول: كيف أكمل التوحيد؟ فتوب إلى الله عز وجل تصلح ما حصل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل هناك تصوف محمود في الشرع؟ لا، هذا مبتدع، هذا مبتدع، والتصوف مبتدع في الإسلام ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، هل المعنى أنهم لا تشملهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم لا يشفعون، هم لا يشفعون، لا يكونون شفعاء، لا يشفعون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا رجل يعتقد في الأضرحة والقبور، ولكنه من العوام ليس عنده علم شرعي، فهل يكفر بذلك وهل نكفره أم ننصره؟ بينوا له، بينوا له، فإن استمر بعد البيان فهو كافر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا لو قال شخص لأصحاب له صالحين: لا تنسوني إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني فيها أن تشفعوا لي عند الله؟ لا أصل لهذا الكلام، هذا كلام مبتدع، ولا يجوز
التكلم به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الجاهل الذي يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى يعذر بهذا الجهل؟ يكون من أصحاب الفترة. هذا الجاهل اللي ما وجد أحد يعلمه ويبين له، هذا يعتبر من أصحاب الفترة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من ذهب إلى دولة وجد فيها الشرك ومجبور على الذهاب إليها، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ يذهب لحاجته ويتجنب الشرك وأمكنة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو ذهب أحد الطلبة إلى الأماكن التي تعبد فيها القبور لدعوة الناس إلى الله وبيان أن فعلهم شرك، فإنه يعرض نفسه إلى القبض والإيذاء من الشرطة، يقول فما العمل حيال ذلك؟ نعم، ما يروح لها إلا بإذن من ولي الأمر، حتى ما يتعرض له الشرطة ولا يتعرض له معارض، يأخذ إذن من حكومة البلد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشتريت سيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك وعلمت أنه حرام، فهل أتنازل